قبل ما اروح لاخبار الاهلي معايا على التليفون كابتن عربي بدري. يا كابتن عربي مساء الفل، تحياتي ليك ومبروك مكسب النهارده. كابتن ابراهيم، ازيك؟ الاخبار؟ انا كويس الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير يا رب دايما. تقييمك ايه الماتش النهارده والمكسب على منتخب اسواتيني؟ والله، الحمد لله. يعني مبروك للجهاز الفني ومبروك للعيبه، واحنا تعبنا والله ودعنا كتير جدا، والكره مش عارف ما عندنا مش عايزه تدخل، بس الحمد لله ربنا كانت اكرمنا ما عنده شويتين ثلاثة. ها دي حقيقه. وهناك كمان يعني مش هنا، هناك اربع تجوال في العارضه مش عايزه تدخل، تدخل في العارضه على خط الجول مش عايزه تدخل. فالحمد لله ان ربنا يعني كلل مجهودنا وتعبنا وتعب الجهاز الفني واللعيبه بجول، والحمد لله يعني صعدنا، وان شاء الله نستعد للي جاي باذن الله. الفترة دي اللي اتجمعتوا فيها قربتوا شوية من بعض على مستوى الأفكار اكيد طبعا احنا ما اتجمعناش كتير، بس يعني احنا كنا متجمعين قبل كده كتير، بس اخر فتره كان في ناس جديده والناس دخلت معانا، بس الحمد لله قدرنا ننسجم شويه وقدرنا ناخد شغل الراجل وطبقنا شويه منه، وان شاء الله معانا الوقت ان شاء الله ماتش رسمي في شهر 3 ان شاء الله نستعد ماتش زامبيا في شهر 3 ان شاء الله باذن الله. بالظبط. فنستعد له بشكل كويس باذن الله، ويكون كل اللعيبه كده جاهزين باذن الله. ان شاء الله باذن الله هروح البطوله يعني. ان شاء الله احنا يعني هدفنا كبير، احنا واللعيبه والجهاز الفني هدفنا كبير جدا، وان شاء الله ان شاء الله يعني نفرح كل المصريين ان شاء الله، ونعمل حاجه كبيره ان شاء الله لمصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عربي خليني اسالك بس، يعني علاقه اللعيبه ببعضها في المنتخب الاولمبي عامله ازاي؟ سواء لعيبه الاهلي سواء لعيبه الزمالك او من اي من الانديه، غرفه الملابس في السن ده اخبارها ايه؟ والله يا كابتن ابراهيم انا عايز اقول لك ان الناس كلها بتحترم بعض، الناس كلها بتحب بعض، في واحد كابتن فرقه، في رقم اتنين، في رقم ثلاثة، كل الناس يعني بصراحه شايفين شغلهم في الملعب، ومع الجهاز الفني كابتن سيتوس وكابتن محمد بركات كله تعبان معانا جدا، وكابتن حرب بصراحه يعني الناس تعبانه معانا جدا، وقلت اللبس عايز اقول لك ان الناس يعني مقدرين اللي هم فيه الصراحه، يعني كل لعيب جاي من النادي سايب التيشيرت بتاعته في النادي وجاي المنتخب مصر جاي يلعب باسم بلده، فكله جاهز يعني. ويعني ده يعني ما طبقناش اللي هو يعني ما ظهرناش بشكل كبير وشكل يعني جامد جدا، بس كنا كويسين النهارده الحمد لله، وان شاء الله مع الوقت نبقى افضل واحسن، احنا محتاجين وقت بس، محتاجين وقت مع الراجل. ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسالك بقى، يعني في فكره انتقالك من الاهلي الى طلائع الجيش، ودي يمكن حصلت في ساعات قليله جدا جدا في الفتره بتاعت الانتقالات، ايه اللي حصل بالظبط؟ وهل هي على سبيل الاعاره ولا البيع النهائي؟ اشرح لي بقى الموقف كله على بعضه. كابتن زي ما حضرتك عارف انا كنت في الفيوتشر السنه اللي فاتت، وانا كنت محتاج ان انا العب ومحتاج ان انا اشارك كتير عشان عندي منتخب، وزي ما حضرتك عارف ان انا يعني وانا مش بشارك في النادي اكيد مش هروح المنتخب، ايوه. يعني فضلت ان انا اطلع اعاره تانيه، ورحت طلائع الجيش مع كابتن علاء، كابتن محترم جدا غني عن التعريف يعني، وان شاء الله يعني باذن الله ارجع من المنتخب باذن الله على الفرقه باذن الله كده، وان شاء الله يعني نقدر نعمل الإعارة لمدة سنة. يا كابتن الإعارة لمدة سنة، وإعارة مش مش بيع مش بيع. بالظبط بالظبط. صحيح. عايز تعمل ايه الموسم ده مع طلائع الجيش؟ وهل انت عينك وانت في طلائع الجيش على مستوى كبير تقدمه وبالتالي يمكنك من البقاء فيه او الاستمراريه في المنتخب الاولمبي وايضا العوده الى النادي الاهلي؟ ايه اللي بتفكر فيه خلال الفتره دي؟ لانه احيانا المرحله الانتقاليه دي لو ما اتخدتش بمحمل الجد تعمل لك مشاكل يعني. اكيد طبعا يا كابتن، انا ما بيني وما بين نفسي قعدت مع نفسي قلت السنه دي ان شاء الله تبقى سنه تغير حياتي كلها، يا اكون يا ما اكونش، اكمل ان شاء الله يا في النادي الاهلي باذن الله ارجع النادي يبقى برضو في نادي كبير يعني نكمل في الدوري ان شاء الله. انا هدفي ان انا مركز مع الفرقه واتمرن كويس واركز قوي عشان ابقى موجود، واقدر وانا هفيد الفرقه الكابتن علي دخلني وابقى كويس معاهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. قول لي ايه اللي يعني بخلاف ان انت كان عندك رغبه ان انت تبقى في المنتخب الاولمبي وتحصل على فرص، هل انت اتكلمت مع حد في النادي الاهلي قبل ما تخرج الاعاره ديت ولا لا؟ بصراحه اصلا انا كنت يعني قبل ما اطلع اعاره لطلع الجيش انا كنت مضيت اصلا في سيراميكا كليوباترا، يعني اول ما السيزون قبل ما المفاوضات تفتح وكده، فانا مضيت وخلصت وكل حاجه، كان مضيت عندي اعاره برضه. ها مضيت اعاره اعاره. بالظبط كان سنتين، طيب وايه اللي حصل؟ ما اتفقوش الناديين؟ ورحت المنتخب
وما كانش يعني الموضوع ما مكملش يعني، فما حصلش نصيب يعني. ما حصلش بين فأكيد في، الناديين اختلفوا مع بعض تقصد؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش التفاصيل ايه، بس بس انا انت يعني انت كنت ماضي والاهلي كان موافق صح كده؟ اه بالظبط، اه كل ماشي. حاجه كانت تمام وكده، بس يبقى انا ما حصلش توافق بعد كده بين الناديين على بالظبط الانتقال. اه، بس انا الحمد لله يعني انا صليت استخاره واستخرت ربنا ويعني وقلت لربنا يعني كتبه لي وان شاء الله يعني ابقى فيه يعني، ولا يبقى فايده ليا ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. انت بديت في اختياراتك مصلحه النادي الاهلي، وبديت في اختياراتك ان انت يبقى عندك افكار كتيره انك تكون موجود مع المنتخب الاولمبي اللي بيفكر بالشكل ده ويبقى كاشف قدام الورق كله. اعتقد ان شاء الله باذن الله يعني ربنا مش هيخذله ابدا يعني. يا خلاص رب طالما انت صليت استخاره يا سيدي توكل على الله، ربنا يكرم ان شاء انا الله باذن توكلت الله. على الله وسنة خير باذن الله، والله ان شاء الله باذن الله انا ربنا مبسوط جدا في طلائع الجيش، مبسوط جدا والله. ربنا يكتب لك الخير كله والنجاح ان شاء الله باذن الله. يا رب بشكرك يا شكرا كابتن، جزيلا يا عربي، شكرا يا بشكرك كابتن. شكرا جزيلا، واتمنى لك كل التوفيق.